باملاك تيسيما يدير مواجهة مالي وتونس في باماكو وحكام الفار من إسبانيا. وإليكم آخر استعدادات الترجي الرياضي التونسي مع النادي البنزرتي غدا. عشاق الأحمر والأصفر، إن عجبك المحتوى لا تبخل علينا باللايك والشير والسبسكرايب، القناة الأولى والوحيدة في تونس بتقنية التعليق الصوتي. منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة لقاء الدور الأخير من تصفيات كأس العالم مالي تونس التي تقام يوم 25 من مارس 2022 بباماكو للأثيوبي بالماك تيسيما، وفيما يلي التركيبة الكاملة لطاقم التحكيم: حكم رئيسي باملاك تيسيما من أثيوبيا، مساعد حكم أول إبراهيم عبد الله من السودان، مساعد حكم ثاني سامويل بوداوتاكام من نيجيريا، حكم رابع أحمد امتهاز من موريتانيا، حكم الفار مارتينيز من إسبانيا، ومساعد حكم الفار كوادرا من إسبانيا. الترجي يستعيد خدمات هذا الثلاثي أمام النادي البنزرتي. يواصل الترجي الرياضي التحضيرات لمواجهة النادي البنزرتي غدا الأربعاء، وفور عودته من صفاقس دخل الفريق في تربص مغلق بنزل الحديقة. ومن المنتظر أن تشهد مباراة الغد عودة كل من حمد الهوني وعبد القادر بدران للتشكيلة الأساسية، فيما سيبدأ أنيس البدري المقابلة على بنك الاحتياط.